السلام عليكم. فيديو جديد نكملو نكسبليكيو فيه الدوزيام شابي تاع السيستم دي كواسيون الجبريك. بون، وصلنا لهذا لو بوان. هذه لازم تعرفوا واش معناها دياغونال في الماتريس، واش نقصدوا بكلمه دياغونال. قبل ما نخش للدياغونال راح نوريلكم ابسط مثال، او كيما نقولوا حنايا لو سيستيم لو بلو سامبل، يعني فصيل خلاص، سهل خلاص في النيميريك. هو هذا السيستيم هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا السيستيم هذا اللي راكم تشوفوا فيه. حطوا ماركيو فيه واحد الحاجه، انه لي فالور اللي خارج الدياغونال يكونوا نول، يعني تو لي فالور اللي ماهوش داخلين في الدياغونال. دوك تعرفوش منها دياغونال، انه تو لي فالور اللي خارجين الدياغونال راح تكون لا فالور تاعهم نول. وشنو هو الدياغونال؟ هو هذا الخط المايل، هذا الخط المايل اللي راكم تشوفوا فيه، هذا هو الدياغونال. هذا الخط المايل اللي راكم تشوفوا فيه هو الدياغونال، هذا هو الدياغونال. الدياغونال هذا راح يقسم لي لا ماتريس تاعي دو بارتي، راح يقسم لي لا ماتريس تاعي البارتي فوق الدياغونال البارتي ا لانفيريور، صدر تحت الدياغونال. بون، هذا المثال هذا هو ابسط مثال ممكن تتحصلوا عليه في لي سيستيم. يقولوا له سيدو سيستيم دياغون، انه غير لي فالور اللي جايين في الدياغونال هما لي فالور اللي عندهم قيمه، مي لي فالور اور دياغونال خارج دياغونال راح تكون لا فالور تاعهم صفر. ومستحيل انه راح يكون عندنا توجو لو بروبليم هذا السامبل، وانما نبداو بالتدرج باش تفهموني. واني قلت لكم هذو راهم دي نوسيون مفاهيم راح يتراكموا عندكم، ودوك تشوفوا شنو هو البيوت نتاعنا من بعد، وش هو الهدف نتاعنا من بعد. تمشوا بالعقل برك. المهم حبيتكم تفهموا لو سيستيم دياغونال ولي سيستيم المشتقه منه، او لي سيستيم اللي حتجي منه. بون، فهمتوا باللي هذا دياغونال. انا كي تكون عندي هاد لا ماتريس هادي، وكيما شفنا في لي فيديو اللي فات، دوكا نقدر نحسب ونجبد لا فالور تاع الاكس ا والاكس 2 والاكس 3 تاع لي زانكونين تاعي، اللي هما الاكس ا والاكس 2 والاكس 3 باوبيراسيون تري سامبل وبعمليه جد بسيطه. نتحصل على انه الاكس ا كيما تشوفوا هنايا، هذا هو هذه هي النتيجه نتاعنا راكم تشوفوا فيها. نتحصلوا على انه الاكس ا ايتيغال ا 2، الاكس 2 ايتيغال ا 1، والاكس 3 ايتيغال ا 3. عاود احسب على روحك كيما اخي نعطيك كيفاش تحسبوا الماتريس، سي تري سامبل. بون، انسان يقول لك صافي انايا في هذا السيستم، انا نقول في هذا السيستم وفقط، كيكون عندي سيستم كيما هكا انه غير لي فالور اللي جايين في الدياغونال هما اللي عندهم قيمه، لي فالور الاخرين يكونوا نول. راني نحكي غير على الحاله هذه. في الحاله هذه نقدروا نشتقوا هذه العلاقة أو نستنتجوا هذه الرولاسيون هذه اللي راكم تشوفوا فيها. يقولكم راح نكتبوا رولاسيون جينيرال عامة نقدروا نحلوا بها تو لي سيستيم، أو سيستيم دياغونال سامبل. هذا سيستيم دياغونال، هذا سيستيم دياغونال سامبل، هذا يتحل بهذه العلاقة هذه. وش هي؟ إكس إي يساوي إتيكالا بي إي سور أ إي إي. الآ عنده دو زانديس، وهذا الشيء حكينا عليه في لي فيديو اللي فاتوا، بحيث انه الاي ايتيغال 1 2 تا 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 جوسكا ان، يعني وين تخلص لا ماتريس تاعي كالك سوا لا طاي تاع لا ماتريس تاعي، ان شاء الله يكون فيها مليون انا ما يهمنيش. انا شيخ في الحاله هذه راني نحكي على الحاله هذه باردون، نقدروا نحكيو ونقولوا انه الاكس اي ايتيغال بي اي سير اي اي. نعوضوا يا سيدي، مثلا نقول لما الاي ايتيغال ا، لوسك اي ايتيغال ا، كيف راح تولي لي اكس ا ايتيغال، نعوض الاي بال الاي بال ا، ايتيغال ا بي ا سور اكس ا باردون A, 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 pardon, pardon. X1 est égal à B1 à la A, A, A. Est-ce que nous avons deux? Nous pouvons dire X2 est égal B2 sur A
2, 2. OK. B2 sur A, 2, 2, etc. هذه راهي سهلة خلاص. كاين حاجة. أتخيلوا مثلا أن وحدة من لي فالور اللي جايين في الدياغونال تكون نول. لو وحدة من لي فالور اللي جايين في الدياغونال إتيكال على زيرو، هنا راح يتشكل لنا مشكل. هنا البروبليم تاعنا يولي صعب. بوركوا؟ لو انه وحده من هذه لي فالور ايتيكال ا زيرو، الاكس ا او الاكس 2 او الاكس 3 بوتاتر ما يكونش عندها فرد سوليسيون، ممكن تحتمل دي سوليسيون اخرين، وهذا مش لصالحي انا يعني. بويسك انا لازم نحوس على فرد حل ولا سوليسيون تاع لي زانكوني تاعي تاع الاكس ا والاكس 2 في لي زيكواسيون، في ليكواسيون هذه، في ليكواسيون هذه لازم الاكس اي تكون عندها فرد فالور فرد حل. انا لو عندي الاكس ا مثلا لقيت لها فالور وبعد لقيت لها فالور، راح تصرى لي بيرتورباسيون يا سيدي، واش من الاكس راح نهزها. اوكي، تفكروا مليح هذا الرومارك هذه. كي يكون وحده من لي فالور في الدياغونال ايتيغال ا زيرو، راح تشكل لنا مشكل. روحوا للكانفرس، لو تو لي فالور اللي جايين في الدياغونال ما همش نول، ما همش نول، بون هنا راح نكون في حاله مليحه في لو كا لو بون كا، صدر الحاله تاعنا راح تكون مليحه، راح نطيحوا في الكال مليح. انا لو تو لي فالور كيما في الحاله تاعي انا، لي فالور في الدياغونال عندي ال1 وعندي ال2 وعندي ال3 كما راكم تشوفوا هنايا، هاد لي فالور هذوما ال1 وال2 وال3 ماهمش نيل، وبالتالي الاكس1 خرج لنا ايتيغال ا 2 ما يحتملش حل واحد اخر، الاكس 2 ايتيغال ا 1 ما يحتملش حل واحد اخر، والاكس 3 ايتيغال 3 ما يحتملش حل واحد اخر. القاعده العامه ما نعرفش نقول اللي ممكن نقولوها، انه لوسك لي فالور دو دياغونال تاعنا كيما هنايا او رمارك دو بلوس كو لو سيستيم ا اون سوليسيون اونيك سولمون سولمون سي تو لي تيرم دياغونال son non nul. بمعنى انه السيستم تاعنا تاع ليكواسيون الجبريك في الكا هذه راح يتحمل فرد سوليسيون، وهذا وين نحوسوا عليه لورسك لي تيرم ولا لي فالور تاع الدياغونال ماهمش نول. مي المشكل شنو هو؟ انه مش راح تحتاجوا في الكا بارفي هذه، في الحاله البارفي هذه. المشكل انه راح يواجهوني حالات وين لي فالور في الدياغونال حتى هما نيل، الور لازم نلقى لهم حل، وهذه هي المشكله. سا سي لو بروبليم، هذه البروبليماتيك نتاعنا في هذا سيرتو في هذا الشابيتر هذا. كيفاش يكون انايا، كيفاش نقدر كيكونوا لي فالور نتاعي، كيكونوا لي فالور نتاعي كيما نقولوا حنايا ماهمش نيل، باردون، كيكونوا لي فالور تاعي نيل في الدياغونال، كيفاش نقدر نحل هذا المشكل هذا؟ وهذا هو سا سي لو بروبليم. نتمنى انا حكيت عليه في الفيديو اللي فات ونزيد نحكي عليه في الفيديو هذا. بون اوكي، راح نكمل لكم بحاجه خفيفه. راح نحكيو على ما يسمى، نعطيه لكم تعريف كيما نقولوا حنايا اون جينيرال باش تفهموا واش كاين واش ما كاينش. ماتريس تريونغولار انفيريور او سوبيريور. اوكي، ماتريس تريونغولار انفيريور او سوبيريور، نعطيه لكم فهم الخاص. وراهم لي فالور تاع الدياغونال، لي فالور تاع الدياغونال هما اللي جايين هنا، اللي جايين في الدياغونال او القطر، لو نسميوه بالعربي الفصحى نقولوا القطر نورمالمون، القطرة بس انا بالعربيه جو سي با ممكن نخلط ا 3. ها هما كي لي فالور اللي جايين في الدياغونال، يقولوا ماتريس تريونغولار انفيريور. نجيو ماتريس تريونغولار انفيريور، علاش تسمى تريونغولار؟ تريونغولار مثلث اسيدي، واش علاقه المثلث بالاخر؟ ها هي كي، ها هي كي سهله. هنا واش يتشكل لك؟ تريونغل ولا لا؟ ها هو المثلث تاعي تريونغل ولا لا؟ سمحوا لي على المثلث، راهو ما كان ما كان، سمحوا لي واحد وصايم شويه ودايخ، سمحوا لنا شويه. هذا تريونغل مش تريونغل، تريونغل هذا مثلث، عليه تسميوها ماتريس تريونغولار انفيريور. دوك نجي واش معناها حكايه انفيريور. انفيريور معناها انه تو لي فالور اللي جايين على انفيريور تو دياغونال، يعني تو لي فالور جايين تحت الدياغونال ما همش باردون، ان تو لي فالور جايين تحت الدياغونال ما همش نيل اون جينيرال، اون جينيرال اون جينيرال ما همش نيل.
بمعنى ادق واحد اخر، انه لي فالور اللي جايين فوق الدياغونال، ديياغونال شوفوا ليش، انه تو لي فالور اللي جايين فوق الدياغونال ايتيكال ا زيرو. هذه حتميه، انه في الكتع ماتريس تريونغولار بالشكل تاع المثلث، انه لي فالور اللي جايين فوق تريونغل نول، ولي فالور اللي جايين تحت تريونغل اون جينيرال ما يكونوش نول. مي اهم حاجه انه الدياغونال تاعنا راح يكونوا لي فالور تاع الدياغونال تاعنا يكونوا ماهمش نول نهار كي يكونوا نول. بيان سور راح يصادفوني وين لوكا وين يكونوا نول، هنا صادفوا مشكل. المفهومه الماتريس تريونغولار سوبيريور او سوبيريور او سوبيريور، راهي العكس، راهي العكس معناها العكس، او سوبيريور معناها العكس. بيان سور راح يتشكل لي مثلث هكذا يصف في الكوتي هذا سوبيريور، راح يجيب المفهوم العكسي انه لي فالور اللي جايين فوق الدياغونال ماهوش نول، ولي فالور اللي جايين تحت الدياغونال راح يكونوا نول. سوبيريور عكس الانفيريور. بون نتمنى يكون المفهوم وصلكم. صديرنا راني نحاول نفهم بابسط طريقه ممكنه هكذا، مانيش حاب نعقد لكم الامور، نمشي معكم خطوه بخطوه با با با. كيما نقولوا باردون اسمحوا لي صدر، راني نمشي معكم خطوه بخطوه باش تفهموني. نتمنى تكونوا فاهمين هذا الشيء هذايا، نتمنى راكم فهمتوا واش معناها سيستم دياغونو، راكم فهمتوا واش معناها ماتريس تريونغولار انفيريور او سوبيريور، انكم فهمتوا واش هي القيمه كي يكونوا لي فالور تاعي تاع الدياغونال ماهمش نول. يعني لي فالور تاع الدياغونال كي يكونوا ماهمش نول راح تحصل على فرد سوليسيون، معناها الاكس ان تحتمل فرد سوليسيون، الاكس دو فرد سوليسيون، اكس دو فرد سوليسيون، مي موش لي كا تاعنا توجور بارفي، راح تحطوا في دي كا وين لي فالور اللي جايين في الدياغونال راح يكونوا، راح تحط في دوت تكون نيل، وهذا هو المشكله. دونك كيفاش نقدر نحل هذا البروبليم هذا والبروبليماتيك في هذا الشابتر هذا، هذا حنشوفوه من بعد. ما تدخلوش، راهم مفاهيم متراكمه، مي هذه نوسيون هذو حيكونوا متراكمه، مي راح تشوفوا من بعد الفائده نتاعهم. بون نتمنى تكون ليدي وصلتكم. بون كوراج، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي نكملوا نصرحوا فيه هذا الشابتر هذا. الو، السلام عليكم وربي يهنيكم ان شاء الله.